مساء الخير، اليوم عم نصور الفيديو على الواقف. حبيت أن أقف احتراماً لل 250 مليون مشاهدة. اليوم أصبحنا 250 مليون مشاهدة على القناة من دون ترويج، من دون زيادة مشتركين، وأيضاً من دون دعم أي شركة إنتاج. بدي أقول بس الحمد لله وشكراً على محبتكم وثقتكم. اليوم موضوعنا كيف بتعذب أي شخص بالغياب دون أن تخسره. ليه؟ لأنه الغياب نقطة كتير حساسة. أوقات الغياب قد إذا استعملته بطريقة غلط يمكن تخسر الشخص. فاليوم عم نعطي قواعد الغياب الصحيحة والطريقة الصحيحة التي يجب أن تستعمل بها الغياب. أولاً وقبل كل شيء، قبل ما أقولكم على الخطوات، خليني أقولكم أنه هالطريقة فقط وحصرياً بتستعملوها مع الشخص اللي بلشتوا تلاحظوا أنه مش عم يعطيكم قيمة، مش أو خفف اهتمام فيكم، أو صار عم بيعملكم بطريقة لا تليق بكم فقط. أما الشخص اللي بيهتم فيكم واللي منيح معكم واللي مش مقصر بأي شيء بحقكم، فحذاري ثم حذاري إنكم تستعملوا هيدي الطريقة. هن بالحقيقة 5 خطوات. أول خطوة هي أن تعطيه وعد ثم تغيب أو تؤجل تنفيذ هذا الوعد. المهم إنك تعطيه وعد وما تنفذه، إما ما تنفذه وتغيب لما يحين موعد تنفيذه، أو إنه تأجله وتعتذر لظروف معينة أو أي شيء تتحجج فيه. ليه عم نحكي الوعد؟ حالة الوعد لما توعد أي شخص بأي شيء، خاصة إذا كان هيدا الشيء هو بحبه، إذا كان لقاء، اتصال، شو ما يكون، وترجع تأجل الوعد إنه والله انشغلت، وتعتذر والله صار عندي ظروف، هيدا وين بحط هيدا الشخص؟ بحط هيدا الشخص بالخانة الثانية وبالمرتبة الثانية. هو عم يهملك لأنه هو اعتقد أنه صار رقم واحد بحياتك. فبمجرد ما تعطيه وعد وتقله يي نسيت، أو بعتذر جد علي ظروف، أو انشغلت، أو حتى تغيب بالمرة لما يحين موعد تنفيذ الوعد، كل هالأمور عبارة عن غياب، أو غياب بطريقة غير مباشرة، بتخلي الشخص يحترق بانتظارك من ناحية، ويحترق أيضا لما يحس حاله أنه مش بقائمة أولوياتك. ولكن على شرط لما تخلف وعدك أو تأجله أو تغيب لما يحين تنفيذه، لازم أنك تعتذر عن هيدا الشيء، لأنه نحن نريد أن لا نخسر هيدا الشخص. مش هلأ تروح تعطيه وعود وتضلك تأجلها وتضلك تغيب وما تعطي أي مبرر. لا، أجلها، ولكن كي لا تخسر الشخص عطيه أي حجة أو ظرف. نحن منسميها كذبة بيضة. هون الكذب مش عم نستعمله بالشر، عم نستعمله بالخير لنصون نفسنا ولنصون كرامتنا. تاني خطوة هي أنك تخبر هيدا الشخص أنه شوي مزاجك معكر هيدي الأيام، وأنك تحتاج لاستراحة صغيرة من العلاقة أو إلى عزلة قصيرة. ولكن أهم شيء ما تبين له أنه هو السبب بهيدي الاستراحة. لا، لأنه لما تقله أنت السبب أو تلومه أو تعاتبه على أي شيء، هون أنت رح تخسره. المطلوب أنك تعمله أنك تقله أنا ظروف خاصة فيي ولأسباب خاصة فيي، أنا مش فيك أنت، أنا بدي أعمل عزلة صغيرة أو استراحة قصيرة بهيدي الفترة، ولكن أنت ما إلك علاقة ومش أنت السبب بهيدي الموضوع. وبتقولها مرة واحدة فقط، ومن بعد ما تقولها فورا تلتزم وتعمل بموجبها. ثالث خطوة هي غير أسلوب كلامك معه. يعني نفس اللهفة والحب إذا بقيت تحكيون، هون هيدي العزلة أو الاستراحة إذا بعدك عم تحكي بنفس اللهفة والحب وكلمات الاشتياق أو العتاب أو غيرها، هون لن تجدي نفعا الخطوات اللي عم بعطيكن هي، فهي متسلسلة ومترابطة. بمجرد ما غيرت أسلوبك، يعني لا لهفة وحب زيادة عن اللزوم ولا خطاب كراهية وعدوانية، الاثنين غلط.
بتكلم معه بأسلوب عادي حيادي، ولكن بطريقة عادية وكأنه شخص عادي مثله مثل أي صديق بتعرفه. هيدا التغير هو تلقائيا رح يلاحظه، وتلقائيا رح يلاحظ انه والله بالفعل انه يمكن انت مزاجك متعكر من شيء معين، ولكن اهم شيء دايما تخبره مش هو السبب، وهو شخص رائع ولكن اسباب او ظروف مش حابب انت تفصح عنها. الخطوة الرابعة منوصل للسؤال الجوهري والأساسي اللي دايما بتسألوني، طيب لما يتصل فيه هيدا الشخص أثناء غيابي أو اختفائي هل يجب أن أرد عليه؟ اليوم رح نجاوب على هيدا السؤال. هيدا السؤال يتضمن محورين أساسيين. أول محور هو إنك لا تبادر، يعني أنت كونك منعزل مش لازم أبدا تبادر لإرسال أي رسالة أو اتصال لهيدا الشخص. تاني محور هو لما يتصل هو فيك أو هو اللي يبادر لإرسال أي رسالة أو اتصال فعليك التنويع كي لا تخسره. كيف يعني التنويع؟ لأنه إذا دايما اتصلوا وبادروا وأنت مش عم بترد عليه هون ممكن تخسره، بينما لما تنوع، كيف يعني تنوع؟ يعني مرة ترد بسرعة، مرة تتأخر 5 ساعات لترد، مرة ما ترد إلا لتاني يوم، مرة رابعة ممكن ما ترد بالمرة لحتى هو كمان يرجع يبادر، أو بترجع بتبعت له إنك كنت مشغول أو ما كان التليفون معي وغيرها. إذن التنويع لا، لأنه إذا دايما هو بهالفترة عم يتصل وأنت فورا عم بترد بسرعة مثل العادة هيدا الشيء مش منيح، وإذا دايما أيضا ما ردت هيدا الشيء مش منيح ايضا. التنويع بالرد خلينا نقول، لان انت بطبيعة الحال مش حتبادر بهيدي الفترة. مثل ما قلنا التنويع ضروري لما يبين انه قاصدين انه دايما ما نرد عليه او قاصدين انه دايما نرد عليه بسرعة. الخطوة الخامسة ايضا بنوصل لسؤال دايما بتسألوني، كيف بستعمل وسائل التواصل الاجتماعي اثناء فترة الغياب؟ بفيديو سابق حكيت انك فيك تختفي كليا ولكن بحالة معينة وشرحت عنها سابقا، ولكن اليوم وفيديو اليوم نتكلم عن اسلوب مختلف. الاسلوبين ناجحين وفيك تختار، ودايما انا بترك حرية الاختيار لكم، ولكن الاثنين بينجحوا وفعالين. اليوم عم قول خفف، ما تنقطع كليا وما تغيب كليا عن وسائل التواصل، يعني خفف منشورات، خفف ستوريز، خفف تفاعل، واذا نزلت او نشرت اي منشور او ستوري فحاول انه يكون ما له علاقة بالحب والغرام. نزل اشياء عامة ومش شخصية، يعني خليها اشياء رسمية وعامة. اما معه هو تحديدا فما تتفاعل بالمرة وما تفوت على الستوريز اللي له بالمرة. فيك تتفاعل مع بعض الاصدقاء، ولكن مثل ما قلنا خفف تفاعل، كل يومين ثلاثة نزل منشور. اذا كنت معود كل يوم تنزل او كل يوم تنزل 5 منشورات، خلي كل يومين مثلا تنزل ستوري او منشور.